أهلا بكم، نستعرض وإياكم الآن أبرز وآخر المستجدات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية. في اليوم 57 من الغزو الروسي لأوكرانيا تتواصل العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد. جنوبا أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية باستثناء مصنع أزوفستال. كذلك أعلنت السيطرة على مدينة كارمينا الشرقية أوكرانيا وسيطرت عليها بشكل كامل. ونبقى في ماريوبول حيث غادرت 4 حافلات لإجلاء مدنيين مرفأ المدينة الذي تتضارب الأنباء حول سقوطه بيد القوات الروسية. في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا أعلن رئيس بلدية المدينة إيهور تيركوف تعرض المدينة لانفجارات ضخمة وقصف عنيف، وقال إن نحو 1,000,000 شخص لا يزالون داخلها. النيابة العامة الأوكرانية وثقت مقتل 208 أطفال وإصابة 376 آخرين، مؤكدة أن الهجمات الروسية ألحقت أضراراً ب 1,141 مؤسسة تعليمية، بينها 99 تدمرت بالكامل. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.